طبعا احنا كده بنجرب الغسالة هو تسحب مية دلوقتي الدبل زي ما احنا شايفين كده بياخد مية الحلة بتلف هي من معانا علامة الدور دي يعني ان الباب مقفول العلامة الحمراء بتاعت الدور دي ان الباب كده مقفول يعني باب الغسالة اللي هو ده ان هو كده مقفول طبعا بقفل الدرج لان هي بتتعامل مع نفسها يعني اثناء مثلا الدور هو شغال عايز اعمل توقف مؤقت ولا حاجه بقوم جاي عند الزر اللي هو الستارت اهوت يعني هي شغاله دلوقتي كده عادي اول ما اتك على الستارت كده كده الغساله وقفت عايز اكمل عادي مفيش اي مشكله اضغط عليه تاني يبدا يكمل معايا الدور عادي في عند دوره ممكن نعملها دوره نظافه الغساله هو موجود مش موجود عندي هنا في البروجرامات خالص توب كلين اللي هو تنظيف الحوض ممكن نختار له بقى ايه برنامج اللي هو الانتنسيف بس هناخد الانتنسيف بتاع الايه بتاع الاقطان بتاع عمود القطن يبقى انا هعمل كده احنا مثلا غسالة صفر اهيت هنشوف الانتنسيف بتاع القطن هنا جاي لي على كام على رقم 2 هما اللي مقلب وجايب على رقم 2 دي انا هعتبرها هي دورة الخل هي كام ساعة 53 دقيقة ساعتين الا 10 واقوم ضاغط استارت دي دورة نظافة هنعمل ايه بقى؟ هجيب ازازة خل صغيرة او نص خل كبيرة واصبها في قلب الدرج بتاعي تمام؟ الكلام ده كل شهر او كل شهرين مرة واقفل الدرج بتاعي واضغط استارت زي ما احنا عملنا دلوقتي وتبدا الغسالة تشتغل تنظف نفسها تغسل نفسها وتشطف وتصرف تعمل كل حاجة لوحدها ده نظام صيانة الغسالة كل شهرين او كل 3 شهور مرة دورة الخل دي لو انا غاسل بره وشاطط بره وعايز اجفف بس زي دلوقتي كده مثلا غساله في قلبها ميه حالا دلوقتي وعايزين نصرف الميه نصرفها ازاي الغساله مطفيه اهيت جبت على الصفر هندور هنا على السبن اهوت السبن عندي هنا رقم 13 ده كان لو انا غاسل بره وشاطط بره وعايز اجفف بس اقوم جايب السبن رقم 13 اقوم جاي عند البكره مقلب وجايب 13 جبت ال 13 اللي هو السبن اداني كام 10 دقايق هقوم ضاغط ستارت اللي هو الاوكي تاكيد تشغيل كده الغساله في خلال 10 دقائق هتكون طارده الميه وجايه في الحل زي ما احنا شايفين كده هي كده هتبدا تصرف دلوقتي تقوم بدا الضخ يشتغل عندي دلوقتي كده بدأت تجفف خالص دلوقتي كل ما المية بتنشف منها تبدأ السرعة بتاعت الغسالة تزيد تبدأ تاخد مرحلة تانية الوقفة دي كده تبدأ تاخد مرحلة زي عربية بتنقل كده أنا جايب السبيد على الأعلى سرعة اللي هو 800 هي أعلى حاجة فيها 800 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم النهاردة عن الغسالة اللي هي الوايت ويل اللي هي 8 كيلو. طبعا ده الموديل بتاعنا زي ما احنا شايفين ده البروجرامات بتاعتنا. ده البروجرامات. موديل الاوبشنال بتاعت الغسالة. ده الستارت. ودي البكرة بتاع البروجرامات ودي الحلة بتاعتنا
ان شاء الله هنشرحها، هيكون شرح سهل وبسيط باذن الله. بالنسبه لنظام التشغيل، اول حاجه عندما ما اجي احط الملابس في قلب الغساله تحت الجوان ده اهو ب 5 سم او 6 سم مستوى الغساله لحد جوه، من فوق فاضي نقل ما نزلش، او قبضه ايد اهي بحيث قبضه ايد بمستوى الغساله لحد جوه، من فوق فاضي نقل ما نزلش، تقريبا تلتين الغساله هدوم والتلت فاضي. البطانيه الكبيره لا الحبل فايبر الكبير برضه لا بحمل الغساله، ممكن البطانيه الصغيره بتاعت الاطفال او الحبل فايبر بتاع الاطفال، الكوفرتيات او الدفايات كبير صغير مفيش مشكله، بس ما احطش دفايتين اتنين كبار مع بعض، ما احطش اتنين كوفرتا كبار مع بعض، حمل الغساله كوفرتيه واحده كبيره او دفايه واحده كبيره، ممكن احط دفايتين صغيرين بدور الاطفال او اتنين كوفرتا بدور الاطفال او دفايه كبيره ومعاها دفايه صغيره، لكن ما ينفعش احط كوفرتا كبيره معاها كوفرتا صغيره لان الكوفرتا بتشرب ما تبقى تقيله شويه. ده بالنسبه للملابس بتاعتها. بالنسبه للشرابات المناديل الحاجات اللي هي الصغيره كلها هنعمل ايه؟ بجيب كيسه بسوسته عامله زي شبكه الكوره بحط فيها الشرابات والمناديل والحاجات اللي هي الصغيره كلها، بحيث ايه اثناء التكوين السرعه العاليه بتاعت الغساله ما يخش الشراب او المنديل ما بين الحاله الداخليه والحاله الخارجيه يعمل لي مشكله في الغساله فيما بعد، فده يفضل ان اعمل ايه القصه دي من امور الوقايه. ده بالنسبه للملابس بتاعتي. في عندنا فلتر، الفلتر ده بفكه شمال عشان اخرجه بره كده، افك الفلتر ده شمال. طيب هنجيب البنسة. الفلتر طبعا احنا كل شهر او كل شهر بنفك الفلتر ده عشان نخرجه بره، بس طبعا انا مش عايز افكه للاخر عشان بس ايه ما نغرقش المكان ميه لان الغساله في قلبها ميه اصلا. تمام الكلام ده كل شهر او كل شهر بنفك الفلتر وننضفه، اي اتساخات اي رواسب ولا حاجه بنضفه، واجي اركبه بركب الفلتر عكس المنفك بركبه يمين، الاقي ان الفلتر بركب معايا سهل اربط، لقيته صعب معايا يبقى كده السنان مش متظبطه، ابدا اجيبه يمين واجيبه شمال لحد ما الاقي سهل في ايدي ابدا اربط عالي واشتغل على كده. بالنسبه للمسحوق بتاعنا بحط هنا تلات ارباع كميه المسحوق، بحط هنا ربع كميه المسحوق، بحط هنا اضافات دوني معطر اي اضافات ايا كان، تلات ارباع كميه المسحوق، هنا ربع كميه المسحوق، هنا الاضافات. لازم يكون مسحوق اوتوماتيك، ما ينفعش مسحوق عادي، لان المسحوق العادي بيعمل رغوه عاليه ممكن ياثر على الموتور وياثر على البورده بتاعت الغساله. ومش معنى ان انا بقول تلات ارباع الكميه هنا وربع الكميه هنا ان انا اجيب كوبايه مسحوق املاها على اخرها واحطها في الدرج، لا بالعكس، او ان انا املا الدرج على اخر، لا انا بجيب مثلا تقريبا نص الكوبايه، نص المعيار بتاعي مسحوق، احط تلات ارباع نص الكوبايه هنا وربع نص الكوبايه هنا والاضافات هنا، وما اجي احط اضافات ادوب الاضافات برده في ميه وما اكترش في الاضافات، يعني الدوله لما اجي احط ما احطش مثلا ايه 3 4 معالق دوني، لا هي معلقه صغيره او نص معلقه كبيره احلها في ميه واحطها هنا، يبقى حتى ريحه الحاجه كويسه ما تبقاش ما تقلبش ضدها، تبقى ريحه زنخه تبقى حاجه مش كويسه، فهو الحاجه البسيطه تبقى حلوه وتنضف ميه اكتر. يبقى هنا ثلاث ارباع كميه المسحوق ايا كانت كمان انا احطها، بس كميه تبقى قليله، واحط هنا ربع كميه المسحوق واحط هنا الاضافات. الكلام ده ايه بالنسبه للمسحوق. بالنسبه لنظام التشغيل طبعا هي على الصفر هنا كده الغساله مطفيه، هاجي هنا عند واحد، واحد ده اللي هو ايه عندي هنا اللي هو الكوتنز اهو، واحد اللي هو ده اللي هي ده العمود بتاع الكوتنز، واحد ده اللي هو البريوش اللي هو الغسله المبدئيه او غسله اوليه او زي نظام ناقع لو انا عايزه، طبعا اقوم ضاغط ستارت اوكي من هنا. تمام عايز غيره بقلب كده، قام جايبه لي كام؟ اتنين. اتنين هندور عليها اللي هنا انتنسيف يعني كثيف يعني شغل شديد لو انا عايزه، برده من اللي هو العمود بتاع القطن اهو، ده من عواميد القطنيات، ده الشيل الانتنسيف بتاعه، الملابس اللي هي متسخه قوي في القطنيات. بعد كده عند ثلاثه، ثلاثه دي عند اللي هي ايه؟ اللي هي النورمال اللي هي القطنيات العاديه بتاعتنا، لو انا برده عايزه بقوم جايب على الثلاثه هنا اهي على البكره اهيت، واقوم ضاغط اوكي اللي هو الستارت. تمام؟ بعد كده عندي بجيب الاربعه، الاربعه عندي اللي هي ايه؟ ديليكيت اللي هو الحرير، ستان، ستاير، اي حاجه ايه ذات ملمس ناعم. بعد كده عندي خمسه. خمسة اللي هو الاصطناعي اللي هو فيه نسبة ألياف صناعية. ستة انتنسف، بس انتنسف صناعي يعني كثيف شغل جديد بس ملون فيه ألياف، نسبة ألياف صناعية. نورمال بس نورمال فيه ألياف صناعية هو المعتاد بتاعي ولكن فيه نسبة ألياف صناعية. بالنسبة للسبعة نورمال، بالنسبة للستة. سبعة عندي هنا اللي هو الوول، دي أنواع الديليكيت اللي هو شبه الديليكيت يعني اللي هو الحراير، الحراير هي الضعيفة اللي ما تحملش حركة جديدة بالنسبه للغساله. عشان نلاحظ هنا الدليكيت هو كاتب لي اصلا الرئيسي بتاعها دليكيت. لو جينا نبص الوول طبعا ما بيتحملش حركه جديده لان الصوف اصلا بيطلع حاره من نفسه اصلا اثناء حركه الغساله، فبالتالي حتى من درجه الحراره بتاعت الغساله لو هو على اقل درجه حراره
هو الواحد ما ينفعش نحطه على درجة حرارة عالية، لأن لو حطيتها على درجة حرارة عالية اللبس بتاعي بينفش منه ويكبر، يبقى مش مظبوط، يبقى مش كويس، النسيج بتاعه بيبوظ. فعشان كده بنقول ايه، الصوف جايب في العمود بتاع مين؟ الدريكيد اللي هو الحيار والستان والحاجات دي. كشمير برضه القماشه، هي كشمير دي القماشه الضعيفه، مش اللي ما يتحملش حركه شديده. العمود ده كله على فكره حركه ضعيفه، مش حركه عاليه. سلك برضه حرير، ريفريش اللي هو ترطيب ليونه للملابس، لو انا برضه عايزها اللي هي ال10 ليونه للملابس، يبقى عندي 9 اللي هو السلك، 8 اللي هو الكشمير، 7 اللي هو الول، 10 اللي هو ريفريش اللي هو الترطيب او الليونه. عندي بعد كده هنا ووش، دي اوبشنات، دي بقى اوبشنات اجزاء يعني من الغساله، اجزاء اللي هي ايه، اي غساله في الدنيا فيها ووش ورنس وسبن، غسيل وشطف وعصر، اللي هو ووش رنس سبن، غسيل شطف عصر. عند ال 11 دي، انت جايب ال 11، هي 11 انا جايب هنا كام، 26 دقيقه. ال 11 دي اللي هي الووش بس، لو انا عايز اغسل بس في الغساله بقوم جايب 11 اللي هو ووش، الغساله تغسل دي عند الشطف مش هتشطف، فتقوم جايه سايبه الميه بالمسحوق بتاعها. طيب لو انا قمت عامل كده ال 12 جالي ايه، رينس، لو انا غاسل بره وعايز اشطف بس في الغساله بستخدم ال 12 اللي هو الرينس اللي هو الشطف، 13 اللي هو السبن، لو انا غاسل بره وشطف بره وعايز اجفف بس في الغساله فبجيب السبن اللي هو ال 13، الغساله ايه هتطرد الماء في خلال دقيقه او دقيقتين وبعد كده تبدا تجفف في الملابس بتاعتك. ال 14 اهو الثلاث دقائق اللي هم مين، اللي هم الطرد بس اللي هو الدرين، ده اللي هو ال 14 ده اللي هو الدرين، من 3 دقائق طرد فقط، الغساله هتغسل، الغساله تغسل وتشطف تطرد الميه لكن مش هتجفف الملابس، لان جايه لي على مين، على درين اللي هو ايه الطرد فقط. ال 15 اللي هو الناقع، لو انا عايز سك اللي هو الناقع ده بالنسبه لايه، ال 15، وبعد كده الزيرو اللي هو طبعا انت فوت الغساله اصلا. تمام، انا خدت مثلا برنامج اللي هو الرئيسي اللي هو البريوش اللي هو القطن مع البريوش اللي هو غسله مبدئيه وغسله اوليه. لو انا عايز اظبط درجه الحراره، طبعا هو عدد اللفات هنا مبهم عندي كده، كده انا عملتها نص بند بدون عصر، يعني كده انا اشتغلت بالعصر بتاعي. هو عندكم بس هنا في موضوع السرعات خارج لبره كده، يعني كده اخد السرعه الطبيعيه تقريبا 800 لفه او 600 لفه، لان طبعا ده الموديل القديم. لو قمت عامل كده اداني نص بن يعني بدون عصر، لو انا عايز اغسلها تخسر وتشطف بس ما تعصرش ما تجففش يعني. والتمبرشه درجه حراره، درجه الحراره اللي عندي بقى يعني ايه، يا كولد يا سخنه، ما فيهاش برضه درجات، ما عنديش هنا درجات، رغم ان انا عندي هنا البكره دي بتلف اهيت، فممكن اتعامل لان انا ما عنديش هنا ارقام ولا عندي اي حاجه، ممكن اتعامل على ان انا كده اقفل درجه الحراره، ممكن اتعامل على كده واشوف واجرب بعد كده، اجيبها سنه شويه كده يبقى انا زودت درجه الحراره شويه، اجيبها كده لحد الاخر خالص اعلى حاجه يبقى انا زودت درجه الحراره على الاخر. نشوف حاجه هنا، طب تمام، لا درجه الحراره عندي بتظهر على الشاشه، عندي هنا كده درجه حراره 30، كده درجه حراره 30، لو عايزها 35، لو عايزها 40 درجة حرارة، مش موجودة هنا على الزرار ولكن بتيجي على الشاشة، 45، لو عايزها 55 درجة حرارة، لو عايز 60 درجة حرارة، لو عايزها 65، عايز 70 درجة حرارة، عايزها 80، عايزها 90 درجة حرارة، أعلى حاجة زي ما أنا قلت بالظبط، بس ما كنتش واخد بالي إن الشاشة هي اللي بتجيب درجات حرارة مباشرة. كده أنا في إيدي التحكم في درجة الحرارة، كده كولد بارد مفيش حرارة خالص، تمام؟ أهو كده 30، اقل حاجه عندي 30 لحد 90 درجه حراره. السبيد اكيد زيها بالظبط اهي، السبيد انا كده نص بين بدون عصر، لو قمت عامل كده بسم الله اداني 500 لفه، 550 لفه سرعه اعلى يعني، اداني كده 600 لفه، اداني 650، 700 لفه، 750 اعلى، 800 لفه، اعلى حاجه فيها 800 لفه، اعلى حاجه بالنسبه للغساله بالنسبه للسبيد اللي هو السرعه بتاعتها 800 لفه، واقل حاجه عندي اللي هي 500 او نص بن اللي هو النطف خالص نص بن. تمام، فاحنا طبعا عشان تجففوا الملابس كويس ممكن اجيب ال 800، لو احنا في الصيف زي دلوقتي مثلا كده ممكن اخليها مثلا ايه 500 او 600، ممكن اخليها 500، احنا في الصيف الجو الحر اصلا بنشرب بسرعه، فممكن اخليها 500 على حسب ما انتوا عايزين. تمام، درجه الحراره يفضل يعني احنا نخليها على ايه، على 40 درجه حراره او 30 تبقى معقوله يعني، ما عدش ال 50، لان كل ما درجه الحراره تبقى عاليه لو الهدوم فيها نسبه الياف صناعيه ولا حاجه بتكرمش،
لو حرارة ولا حاجة بيبوظ، فما ازودش درجة الحرارة، اشتغل مع درجة الحرارة مع طبيعة اللبس اللي انا حاطه في الغسالة، الخامة بتاعتي اللي انا حطيتها في الغسالة، النسيج بتاعي، ابدأ اتعامل مع درجة الحرارة. عن طبعا السك ده مش هنستخدمه. في عندي بقى حاجة اسمها تايم ديلاي اللي هو تأجيل التشغيل. احنا مثلا وليكن خدنا برنامج اللي هو البريوش اللي هو الرئيسي ده، عايز الغسالة ما تشتغلش مثلا تايم ديلاي، تايم ديلاي، وليكن مثلا هنشغل الساعة 10 بالليل، ولكن الدور هيبقى ساعتين، يعني معنى كده الغسالة تخلص الساعة 12 بالليل، هتفضل الغسالة من أول الساعة 12 بالليل لحد تاني يوم الصبح الساعة 7 والساعة 8. بالذات في الصيف هاجي أخرج الملابس هلاقي الملابس صحتها مش كويسة مكمكمة، لأن إيه الهدوم مركونة من الساعة 12 بالليل لحد الساعة 8 الصبح أو الساعة 7 الصبح، فهنلاقي ريحتها مكمكمة بالذات في الصيف. في نقطة هتفيد في الموضوع حاجة اسمها تايم ديلي أو ديلي ستارت. تقريبا كده مثلا هتناموا كام ساعة؟ تقريبا هتناموا كام ساعة؟ مثلا 6 ساعات 7 ساعات. 6 7 ساعات ماشي، هناخد 7 ساعات تمام. 3 اتش يعني 3 ساعات تأجيل، 3 ساعات ونص، 4 ساعات، 4 ونص، 5 ساعات، 5 ونص، 6 ساعات، 6 ونص، 7 ساعات. لو ضغطت ستارت الغسالة مش هتشتغل الا قبل السبع ساعات بوقتها، يعني هي لو وقتها ساعتين هي الساعة الخامسة وانتوا نايمين هتشتغل. الساعة السابعة يفتحوا عليكم النوم هتلاقيها مخلصة معاكم، انتوا مخلصين نوم هي مخلصة غسيل، لأن خرج الملابس لقى فريش مفيش أي مشكلة. ده اللي هو التايم ديلي اللي هو تأجيل التشغيل. لو انتوا في عمل، لو انتوا في سفر نفس القصة، بيفتح باب الشقة هتلاقي الغسالة بتديك ان دي النهاية بتاعتها، هتخرج الملابس لقى فريش مفيش أي مشكلة. ده خاصية الايه التايم ديلي أو الدريس تاتر تأجيل التشغيل. أهم حاجة خلوا فرق ما بين كل دور والتاني ساعتين راحة للغسالة، أو اشتغل دور أول يوم ودور آخر يوم، أو كل يوم دور. لو اشتغلنا أصلا كل يوم دور مش هيبقى عندنا غسيل، لكن مركنش شغل أسبوعين وأقوم عامل كله في يوم واحد، ده أكبر غلط. أول بأول هيبقى أفضل وأحسن. وبعد ما أخلص غسيل لازم أشيل الفيشة بتاعتي، عشان خاطر لو كهربا جت عالية كهربا جت ضعيفة ما تأثرش بالسلب على البوردة مع المدى البعيد، ساعتين تلاتة قدام مبقاش في مشكلة. لو في حاجة برضو قولوا، لو في أي استفسار قولوا. في حاجة عايزين تقولوها؟ لو في أي سؤال قولوا. لو في أي حد عنده أي استفسار ولا حاجة يبعت لنا على الكومنتات ونقدر نحل معاه، نحل معاه إن شاء الله. لو هو قريب مننا وفي مشكلة كبيرة ولا حاجة نروح نحلها عنده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.